المرأة والبرلمان يعني المقاعد المخصصة ليها في القوائم وفرصها في الفردي شايفاها ازاي يا فندم؟ الوقت في كل الأحوال احنا ضمننا 70 كرسي للستات قوائم. الفردي في سيدات اتشجعوا اكتر لما شافوا حجم الدوائر، يعني كان يدوبا 25 واحدة متقدمة على الفردي، النهاردة مجرد ما قالوا على القانون ال 25 بقوا 45، ما عرفش دلوقتي وصلوا كام لأنه مش متابعة قوي. لكن في كل الحالات أنا كنت دايما بشجع أن المرأة تنزل فردي ولو سقطت مش مهم، لكن لازم تاخد التجربة ولازم أعود الجمهور اللي فيه سيدة هتتقدم للانتخابات ولازم تدوها صوتها. وبنحفز النساء في دورات التوعية بتاعتنا انه الست لازم تنتخب ست، وما تهيئلكيش ان الرجل احسن من الست في تمثيلك في البرلمان، لان الست هتعرف مشاكلك اكتر وشكل اولادك وصحتهم وتعليمهم، وهتقدر تتكلم في القضايا دي اللي كثيرا ما كانت في البرلمانات السابقة منسية.